رعب هذا الشيء. ال 14 بسن ال 64 بسن 12 صباح سن 12 52 ل 64 بسن 12 سنة أنا كنت بهدف على أكتاف زميلاتي وزملائي في الشوارع ضد الغارات الإسرائيلية على قرية السمور في الخليل اللي هي كانت سابقة لحرب 67. وبهذاك السن المبكر كل الطلاب والطالبات كانوا بيطلعوا بالمظاهرات السياسية وبيهتفوا ضد الاعتداءات الإسرائيلية. بسن ال 17 16 سنة 68 وما زلت كنت طالبة مدرسة كنت بحضر اليافطات من أجل الاحتجاج على روجرز ومبادرة روجرز للسلام اللي كانت تستهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية ومساعيها لتحرير فلسطين. وكنا بنتعرض ل يعني مضايقات بعض النساء اللي كانوا في المظاهرة اعتقلوا لساعات يعني. واحنا كنا يعني انا بتذكر انه ركضنا بالشوارع وتخبينا في اماكن مختلفه منهم عياده الدكتور منيف الرزاز مثلا اللي فتح لنا الباب تعو خبانا حتى ما يتم القبض علينا في ذلك الوقت. فكان في ضغط سياسي للنساء باعداد كبيره في ذلك الوقت. وقضيه المراه كانت قضيه موجوده قائمه لانه انا بتذكر اني كنت عضو في مجموعات لاتحاد المراه في ذلك الوقت. فيعني هذا الوعي المبكر وكان عشرات النساء والفتيات من عمري موجودين في هذه الحركة أنا باعتقادي لم توثق ولا يبدو أنه أحد يعني أرخى لهذه المرحلة اللي كانوا فيها النساء غير محجور عليهم أنهم يكونوا جزء من الحركة السياسية والحركة الوطنية والحركة الاجتماعية العامة ولم تكن يعني مثلا يعني انا اذكر انه في سنوات الجامعه السبعينات اوائل السبعينات كانت هناك مسرحيه حركه مسرحيه وكان هناك حركه سياسيه واتحادات طلابيه ونساء منخرطات في كل هذه الانشطه بدون حساسيه. انا الان اشهد انه يعني هناك تراجع في انخراط النساء في الانشطه العامه وهناك دعوات لأنه هذا الوجود للمرأة في الإطار العام هو مخالف لطبيعة المرأة مخالف لدور المرأة في الحياة. وهناك نساء ينسحبن يعني كرها أو طوعا تحت ضغط وتأثير هذه الاتجاهات الفكرية ينسحبن لأدوار يعني الزمن يعني تجاوزها في سنوات كثيرة. وللأسف هناك تأثير على عدد كبير من النساء يعني يسهمنا في إقصاء أنفسهن عن المجال العام وعن الحياة الاقتصادية والثقافية ويبقينا في صورة العالة على الآخرين يعني حتى في الفكر يعني العالة من ناحية مادية الاعتماد على الآخرين ولكن العالة من ناحية التفكير وكسب المعرفة وتكوين الرأي. وأنا أعتقد أن هناك خطورة بالغة جدا على المنطقة العربية ككل على تنميتها على استقرارها على قدرتها على بناء الدولة العصرية الديمقراطية القادرة على الازدهار والنمو وعلى احتضان يعني آمال وأحلام الأجيال. أنا أعتقد هناك مسؤولية ليس فقط يعني مسؤولية المرأة تجاه نفسها كامرأة وحقوقها ولكن تجاه مجتمعاتها تجاه أطفالها. وبالتالي هناك حاجة لحركة تنويرية يعني جديدة ولنهضة جديدة تستلهم الماضي وعلى الأقل تطالب بحد أدنى بما كان قائما يعني في ذلك الوقت. فيك تكفي تحكي عن حالك شوي بعد يعني بعد المدرسة والجامعة؟ يعني أنا في مرحلة كان لي دور رئيسي في حركة المقاومة الفلسطينية لما كانت موجودة في الأردن بين فترة 68 لفترة 71. وهذه الفترة يعني كان في انخراط شبه يومي في العمل على مستوى يعني القضية الفلسطينية وعلى مستوى المقاومة وعلى مستوى كنت بالعشرينات يعني كنت بالعشرينات وعلى مستوى يعني الانخراط في أنشطة مثل الإسعاف ومثل الإعلام ومثل تدريب النساء على أعمال مختلفة. هذه مرحلة كانت مرحلة غنية جدا يعني وفيها زخم سياسي وثقافي كبير
ولكنها للأسف انتهت بخروج المقاومة من الأردن ويعني لجوءها بإنجاز التعبير إلى سوريا ولبنان. وطبعا أنا في ذلك الوقت اتخذت القرار باستكمال الدراسة، فاستكملت دراسة الحقوق في جامعة دمشق وعدت إلى الأردن بالفترة الأولى اضطريت للعمل، كنت أعمل يعني ثلاث مهن في الوقت نفسه لأنه كان في وضع اقتصادي عائلي، يعني والدي كان مريض وأنا الكبيرة في العيلة، فكان لابد من الإسهام في معيشة الأسرة، فكنت بشتغل ثلاث أعمال باليوم، أعلم صباحا وفتحت محل لبيع الملابس، أمي كانت يعني تقعد فيه بشكل كامل، لكن أنا كان علي أساعدها في إدارته في يعني بحث عن تزويده بالمواد وشي حسابات وكذا، وكنت بعد الظهر أشتغل في محل محل تجاري أبيع، وحتى في مرحلة كنت أعطي دروس خصوصية بالليل لأولاد الجيران يعني، فكانت مرحلة صعبة من ناحية ثقل المهام المهنية يعني والعائلية، لكن علمت لبضع سنوات وتركت التعليم بسبب استقلت بسبب عنف ضد الطالبات والطلاب، وكانت يعني كان صدام مع إدارة المدرسة سببه أنني كنت ضد استخدام العنف والمديرة كانت مع استخدام العنف، وعلى أساس أنه المدرسة مدرستها وهي حرة، فأنا قدمت استقالتي وكنت أعتقد أنه المعلمات كمان رح يساعدوني ويستقيلوا، لكن بفهم ضغط الظروف يعني والحاجة للعمل، فاستقلت ولكن كان علي أن أبحث عن عمل آخر، فوجدت عمل في الصحافة لمدة سنة ونص سنتين، وبعد ذلك كان بإمكاني تزوجت وكان بإمكاني زوجي حصل على عمل في السعودية، لأنه بالأردن الراتب في البداية كان غير كافي، فكان علي أن أعمل، لكن لما أصبح راتب زوجي أعلى وكان بقدر يستغني عن راتبي أعطاني فرصة لأنخرط في التدريب على المحاماة تحقيق الحلم يعني، فبدأت التدريب على المحاماة سنة 77 لا تخرجت 77 79 بدأت التدريب على المحاماة وخلصت التدريب بالواحد 8 تدريب قصدك تدريب المحاماة تدريب حتى تصبحي محامي واستاذية. بهديك المرحلة صار في شوي تحول باهتمامي من القضايا السياسية الاجتماعية النسوية إلى القضايا الديمقراطية والحقوقية، فيعني انخراطي في نشاط نقابة المحامين كان مركز على حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل رئيسي وعلى الجوانب القانونية، وبالتالي على النضال من أجل مجتمع ديمقراطي، فصل السلطات، استقلال القضاء، سيادة القانون، هذه القضايا، وتعرفت في ذاك الوقت كمان على بشكل رئيسي على بعض المنظمات مثل منظمة العفو الدولية ومثل اللجنة الدولية للحقوقيين، وكان خبرة يعني مهمة للتعرف على موضوع حقوق الإنسان بشكل يعني بأفق إنساني شامل وعلى أساس القانون الدولي، وطبعا كان في انخراط في منظمات المجتمع المدني بشكل رئيسي مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن ومثل اتحاد المرأة وبعدها عدد آخر من المنظمات، وكان في دور تأسيسي في عدد من المبادرات الرئيسية يعني، منها مثلا إنشاء لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب عام 82 والتي لعبت دور مهم يعني، وأنا ظليت مقررتها حتى سنة 94 من 82 ل 94، بعدين تولتها تهاني الجبالي اللي أصبحت قاضية في مصر فيما بعد. المبادرات كانت على المستوى الوطني المحلي والإقليمي والدولي. أنا أعتقد إنه فتح الآفاق أمام الشابات للتعرف على هذه التجارب هو يعني بيكسبهم تأثير وخبرة كبيرة للعب دور في حياة مجتمعاتهم. أيضا كان في مبادرة لتأسيس منظمات يعني جديدة، أنا توليت رئاسة اتحاد المرأة الأردنية من عام 93 لعام 97، كان في دور كما حكيت في العمل مع يعني مثلا كنت بزور أنا سوريا بعطي محاضرات في إطار برامج المرأة في مخيمات اللاجئين في سوريا، في لبنان الأمر نفسه، في فلسطين،
في الأردن، في مصر، في إطار اتحاد محامين العرب. كان في مؤتمر تحضيري مهم لمؤتمر بكين عقد في، يعني احنا نظمنا له بال94 المؤتمر العربي الإفريقي للتنمية وحقوق المرأة. وكان في يعني مرحلة زاخرة بالعمل، يعني في 95 محكمة النساء في بيروت، في ثم مؤتمرات المرأة. يعني حضرت مؤتمر نيروبي في عام 85، ومن ثم مؤتمر بكين، والمؤتمرات بكين زائد 5، كل المؤتمرات الدولية، والتعرف على يعني هيئة الأمم المتحدة وآلياتها أيضا يساعد على فتح الآفاق بشكل كبير. وعلى المستوى الوطني يعني أنا كان لي دور على المستوى الرسمي فقط منذ 89. يعني قبل ذلك كنت منعت من السفر لسنوات، لم يقبل تعييني في أماكن مواقع رسمية بسبب هذا التاريخ. يعني حتى مش أنا بس، يعني عيلتي خواتي كمان ضرروا بسبب أنشطتي وبسبب طبعا اهتماماتهم المشابهة. يعني ولكن منذ 89 التحول الديمقراطي أصبح هناك يعني على ما أعتقد حاجة يعني قبول عدد من الشخصيات المعروفة، يعني بكونها شخصيات عامة وطنية من المعارضة في إطار تشكيلات في الأردن إصلاحية، مثل الميثاق الوطني، لجنة الميثاق الوطني. ثم بعد ذلك تشكلت لجنة ولم يؤرخ لها، كانت اللجنة الملكية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، واشتغلت على مدى سنة ونص أو سنتين لتضع أسس لمعهد للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ثم كانت التوصية أنه لا، الأفضل أن يكون مركز لحقوق الإنسان لحاله، وإذا بده يصير إشي للديمقراطية ممكن يكون إشي آخر. فكان أن شكلت اللجنة الملكية لحقوق الإنسان، وهذه اللجنة كنت أنا عضو فيها، لكن كان من أول مقترحاتنا أنه حتى تكون مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس يجب أن تكون مؤسسة مستقلة بقانون. وبالتالي وضعنا، وأنا كنت جزء من وضع قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن الذي أصبح الآن هو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنا على مجلس أمناء هذا المركز منذ تأسيسه باستثناء الفترة اللي توليت فيها الوزارة. كان هناك عمل مكثف مع اتحاد نقابات العمال ومع وزارة العمل ومع منظمة العمل الدولية من أجل إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي في الأردن، يعني يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة. وأخذ هذا النقاش سنوات طويلة، لكن قبل 3 سنوات تم تشكيل المجلس وأنا عضو في هذا المجلس، وهو مجلس يضم 40 شخصية تمثل المجتمع المدني، الحكومة، العمال وأصحاب العمل، وهو مجلس يعني مهم في تشكيله. كمان يعني الوصول إليه هو كان مهام أصعب حتى من الانخراط فيه في بعد أن تم تشكيله. كثير مهم بالحديث عن تأسيس جمعية تضامن النساء وميزان مجموعة القانون أجل حقوق الإنسان، لتشكلوا في ظروف كان فيها قيود على تأسيس الجمعية، رغم أنه التأسيس تم بعد التحول الديمقراطي، لكن كانت قوانين الجمعيات لم تعدل بعد، وكانت السلطة القائمة قد بدأت تتراجع حتى عن الوعود الديمقراطي. يعني بدأ أصحاب العقلية التقليدية ما قبل الدمقراطة اللي ضلوا في أماكنه بدأوا يكتشفوا أنه بدأوا يستعيدوا بعض من سلطاتهم. فبدأ يعني كانت المسار الديمقراطي في أوجه في الفترة من 89-90 لفترة 95. بعد ذلك بدأ الأمر يتراجع تدريجيا، يعني الحياة الديمقراطية. وبالتالي الآن المسار الإصلاحي الآن مطلوب هو لإعادة الأمور إلى، كان في حركة إصلاحية في الفترة 2003 لما أنا اشتركت في الحكومة، كان في تململ من الوضع، وكان في انتقادات شديدة للتراجع عن الحياة على المسار الديمقراطي. فكان أن تم يعني الإعلان عن توجهات إصلاحية وتشكيل حكومة إصلاحية ببرنامج اقتصادي اجتماعي معين، فدعيت للانضمام لهذه الوزارة وقبلت، لأنه كان في برنامج مقنع على الأقل نظريا. يعني والتجربة قالت أنه كان بالإمكان تحقيق بعض التقدم، لكن حوربت هذه الحكومة من
القوة التقليدية في شراسة، واستمرت فقط لمدة سنتين ونص أو سنتين وسبع أشهر، ثم تم استبدال الحكومة. وبدأنا منذ ذلك الاستبدال بدأت الأوضاع تتراجع، حتى الحركة الإصلاحية الحديثة القائمة حالياً اللي أيضاً الحركة النسائية والحقوقية جزء منها، وهي تطالب بذات يعني بتطبيق ذات المبادئ التي أقرت في الميثاق الوطني من البداية والتي لم يؤخذ بها. وبالتالي هناك مسار يعني من المزاوجة بين النضال النسوي والنضال الديمقراطي السياسي والنضال الحقوقي في إطار حقوق الإنسان، وأعتقد أنه هذا مهم. يعني الحركة النسائية مفروض تكون يعني على صلة وثيقة بحركة حقوق الإنسان التي ما زالت على المستوى العربي وحتى العالمي لا تعطي حقوق النساء أولوية، وهذا أمر خطير. الحركة الديمقراطية ذاتها أو الإصلاحية السياسية في العالم العربي أيضا ما زالت لا تولي حقوق المرأة أولوية، وأنا أعتقد أنه مسؤولية الآن أن ننظر إلى هذه القوة باعتبارها حلفاء مفترضين، وأنه لا سبيل لنجاحهم بدون الحركة النسائية ولا سبيل لنجاح الحركة النسائية بدونها. وبالتالي هذا التحالف لأصحاب المصلحة في التغيير والإصلاح الحقيقي يجب أن يجد طريقه ليكون واضح وليكون يعني استراتيجي وليكون يعني يعمل وفق خطة